Je vais vous demander votre avis aujourd'hui. واحد الناس الى بغيتكم تقولوا لي. الوغ انا بيرسونيلمون دائما عندي الاستاذ والمعلم المربي مقدس، لان كيف قلت لكم تربيت انا بوغ موا، كيفاش تربيت انا بعدا بيرسونيلمون توجور لونسينيو ايتي ان سكوند بابا اون سكوند مامون، دائما المعلم والمربي كان بوغ موا ان دوزيام بابا ان دوزيام مامون. والى يومنا هذا، وشفتي ولا فيديو ديالي كتسالى ديال مون بروف دو مات اللي ما شفتوش 45 عام ولا 41 عام وقلب عليا ودوز ثانويه امام اكسترا اوردينير. وما كاينش شي واحد في الدنيا اللي كيدافع على الاستاذ عن 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 اقتناع عميق، واللي تيحب الاستاذ ويحب المعلم ويحب المربي بحالي. وكنقول لكم لدرجه ان من تقديري للو كور اونسينيون تزوجت منه، تنقول تيربي ولادهم مزيان، خديت مراتي باها استاذ وامها استاذه ونعم، لان تنامن هذه الاولى. وثانيا تنقول تيربي ولادهم بالحلال، لان المعلم والاستاذ يضرب عليها تماره سورتو هذو الزمان. روح رياضي يا ما، وتنقول هذا الكلام ونسجلو ونبيبليو ونقتنع به، ما عنديش فيها نقاش بالدلائل والقانون. دابا انا البارح وقع واحد الانسيدون، جي فولي كونتاكتي المعلم الاستاذ اللي تيقري بنتي في ليزيتيود سوبيريور في ان غروند ايكول ماروكان. بغيت نهضر معاه كاب وبغيت نسولو قسما بالله يعني على بنتي كي دايره الاحوال ديالها، لانها كتربيت انا. إلا غوفيزي دو مي باغلي، ماشي قال لهم يمكن ما مشغول، قال لهم انا ما نهضرش معاه لان الجامعه كتمنعنا نهضروا مع اولياء الامر. وجاني هذا الامر غريب، هذه الجامعه انا كنتقطع طرف باش نخلصها، تنقتل راسي باش نقري ولدي ونقري بنتي. ومنين نطلب انا نهضر مع المربي ومع الاستاذ ومع لونكادون، إل غوفيز، إل مي دون مي با اون جيستيس، تيقول لك الجامعه كتمنعنا نهضروا مع لي بارون. جي تروفي سا ابيرون، ولكن هادي سي با فري. لا دابا هادي قال لي، دابا انا عاد غادي نسول الناس، لان بغيت شي واحد يكون تيسمعني واستاذ ويعطيني واش كاين شي قانون في المغرب في الدستور ديالنا تيمنع ولي الامر يهضر مع لونكادرون ديال ولده. لان الا كانت انا سامعه واذا سمعنا واطعنا، لا دابا انا هكذا داير. ولكن الا ما كانت سي ابيرون، يعني دابا انا طبيب غدا من غدا يجي عندي باين ان باسيون نقول له ما نهضرش معاك، ما سي غاف. والقاضي هي دابا علاش انا جي في ان ابيل، ان ابيل بغيت نفهم. انا جنو جوج با، انا راني عبد القانون، انا كتعرفني انا لله هدى. انا بغيت نفهم الا كنا انا المربي ولونكادرون في لي زيتود سوبيريور كاين شي قانون في الدستور المغربي تيمنع ولي الامر يهضر معاه، انا عبد القانون. ولا كان شي قانون داخلي في المؤسسه مكتوب انا عبد القانون، ولا كان هذا تعسف وشطط راه حنا غادي هذا التعليم المغربي غادي يوقع فيه شي مصيبه كحله. ودابا راه واقع فيه مطلوب. لا لا لا، ولكن دابا هذه راه مصيبه، هذا راه شكون هو عطيت نوال انسينيمون سوبيريور، هذا راه هو المغرب الفيتور، راه نخرجوا دي زونديكابي. وانا كنهضر كاب، راه كتعرفني كي داير لاله هدى، دائما تنجي من جهه الاستاذ دائما، واخا يكون ولدي ماشي مظلوم غادي نجي من جهته. ولكن غادي نشوفوا كيفاش نزيدوا بالاذن من القدام. الا كان باغ تيليفون سي انت انا يقولوا لي اعطيني حيت الا كان سي انتيردي، باسكو انا دابا راني مسافر ومنين نرجع باغ تيليفون وي سي انتيردي. واخا اذا بريزونسيالمون سي با انتيردي، ناخذ رونديفو ونجلس نهضر معاه صافي. انا الا كان بريزونسيالمون، حيت انا كي قلت لو سوبيريور ديالو، كي قلت لو سوبيريور ديالو ما كنهضرش على بنتي، انا كنهضر ديما على الامه، انا كنهضر على الامه، انا قلبي على الامه، على وليدات الامه. اللي ما عندوش اللي هضر عليه انا كنهضر عليه. قلت لك فغافي دكتور جمال معتوق، انا مشينا وصلنا جمال معتوق، خاص تكبر القضيه وغادي تكبر بزاف، انا والله ما باغي نكبرها بالله. لا ولا الا مشينا عيطنا جمال معتوق وغادي نكبروها بزاف. انا غادي نقول لك عن القانون جمال معتوق، الا سرقنا الخبر راه معتوق قالوا شي حاجه في مخو جمال معتوق، راه الا مشات قلتها له راه يمكن توقع له شي حاجه في مخو، راه يمكن تقلب الدنيا. انا اللي تنبغي نقول لي زونسينيون ديالنا والمربين، الله يخليكم راكم افون ديتر دي زونسينيون فوزيت دي بارون، خاصك تاخذ رونديفو مع لونيفرسيتي. غادي ناخذ رونديفو، غادي ندير هادشي ما تخافوش، غادي نعطيكم لو سويفي ديالو. هاد لافير غادي نتبعها بالمليمتر، تا هما يتبعوها معنا، لان هادو وليداتنا. حنا شوف الهدف ديالنا، انا كنجبد رزقي وكنركب في موتوري وتمشي ندير الاشهار للمغرب، ونهار بنتي في اليونيفرسيتي لو روميد. ياسيام قالت لك سي لا ميم شوز بارتو او موند، إل روفوز دو دوني لو باك اب سور نيمبورت كيل ايتوديون ماجور. واخا دابا ملي
تيكون ليتيديون كبير واخا يغيوشيها هي. واخا واخا ومني ما كيتخلص ليتيديون من تيعيطوا، ملي ليتيديون ما تيخلص السيمستر ديالو من تيعيطوا، تيعيطوا ليتيديون لربا. دابا انا بغيت انا هذا الشيء، هذا الشيء دابا خصنا نتحاوروا عليه على اللاهوده، خصنا نتحاوروا حيت هذا المربي اللي بغى يهضر مع لونسينيون راه ماشي باش يدخلوا للحبس، يهضر معاه يتناقش معاه يقول له ولدي شوف هاد الوليد خصو تطير، نعاونوه في هاد الجهه، نديروا له في هاد الجهه، نوقفوا معاه في هاد الجهه، حيت هادو راه وليداتنا. انا راه كتعرفني ما نهضرش على شي حاجه اللي ما نهضرش عليها. ذاك النهار ياك سمعتي نجل بيبلي غادي مع لاله الياقوت، قلت لك كي جاتك لو غوميد اون لايف قالت لي واعره، انا فرحان اللي قالت لي بنتي لو غوميد واعره، جو سويت اوغو. وقلت له كنقول الناس قريو ولادنا في المغرب ونهزوا راية البلاد، وسيدنا الى انفستي دي سوم دارجون كولوسال باش يبقاو فلوسنا في بلادنا وليزونسينيون ديالنا نطلعوا النيفو. ولكن ملي يكون الشطط محمد قال لك الطلبه التعليم العالي عمرهم اكثر من 18 سنه وبالتالي ما يحتاجينش اولياء امور اللي تكلم مع استاذ بنتك ولا ولدك، فهمتي؟ فراغ دابا فقط الطريقه وديه، يعني الهضر معاك يهضر معاك وديه. دابا انا ماشي هادشي اللي تيهمني، انا اللي تيهمني هو كومون سا سفي كان اونسينيون اللي هو مربي واللي اب، وانا ديما كندير يدي على قلبي يعيط لي، انا تعيط لي براني الا هو كنهضر معاه. Il refuse de me parler, sachant que je suis un cadre, sachant qu'un homme est tard, ou watani, ou patriote, ou zid, ou zid, ou zid. Si je demande à parler, c'est bilhub, ou c'est pour trouver des solutions, c'est pour zid bilhumma. Ou il peut y avoir un cadre de Conrad, ou il peut y avoir un agalte. Mais on a quand même dit, dans la main, parce que zid bilhumma marocain, le qaddam. C'est ça ce qui m'a fait mal. انا ما سي باسكي ما فيه مال وهذا، اي اون بليس اون دوني موفيز ايماج على لونسينيومون ديالنا للاهوده. انا نخلي واحد اخر، انا نخلي نفسي ترا ودني نقول مصاب كان هزيت هاد البنت ديتها بلاصه اخرى تقرا، حشومه نقولها، حشومه كاع. حنا خصنا نهزو النيفو، خصنا نكونوا في المستوى. حنا راه شوف ميسيو دام لي زونسينيون، بوزيت انا دائما انا ملي كنكون في شي حوار دائما تنقول العلماء هم ورثه الانبياء. ما ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم درهما ولا دينارا ولكن ورث العلم. العالم مربي والمربي قدوه، والقدوه ودو الصدر الرحبي وقابل وتيجلس يهضر. هي دابا انا من يجي عندي شي واحد في تريد الخطبه نقول له ما نهضرش معاك، هي عيط لي شي واحد انا نقول له ما نهضرش معاك، ما يمكنش الا هدى. حنا نصور انا لا هدى، انا لا هدى، انا غير نسال 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 ولادنا، نسال ولادنا لا هدى. حنا خصنا نهزوا النيفو، حيت هاد الوليدات يمكن لهم يضيعوا، ولدي يمكن له يضيع على لا هدى. راه كاينه كنعرف انا الناس اللي كرهوا القرايه على سير لونسينيو، كرهوا القرايه الوغ كان مو جونتي وشويه ديال الحنان وشويه ديال المحبه وشويه الصبر وشويه ديال هذا كنقدوه. سي تري امبورتون للهدى ليتيديون الى بوزوان. شكون اللي حبب لنا حنا القرايه؟ شكون اللي حبب لنا العلم؟ شكون اللي حبب لنا التربيه العلميه؟ شكون اللي حبب الصلاه؟ شكون؟ لونسينيو. التشجيع ولونكوراجمون ولاسيستونس، ونموت مع التلميذ، نموت معاه نقدوه. قال تعالى ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. هو في اطار هادشي ديال التعليم غادي نبدلوا النيفو ونطلعوا لاكام ونشوفوا ندرسوا هادشي بالقانون ديالو وندرسوا هادشي بلي بروفوندور والابعاد ديالو، لان ما تيمكنش هاد الوليدات ديالنا نسمحوا فيهم، ما تيمكنش هاد الوليدات ديالنا اللي ما عندهم عقل ونقولوا كاع مسطين وما نديوهاش فيهم، ما تيمكنش يكونوا اوسي كارتيزيان كو سا. نو سوم دي زيدوكاتور، والمربي خصو يصبر، المربي خصو النفس الطويل، المربي التحدي الكبير ديالو. انا بالنسبه لي اللي كنهز له لو شابو والتحدي الكبير ماشي اللي تيقري لي بريون، اللي تيقري هذوك لي موايان ويردهم بريون، اما هذوك لي بريون راه تيمشيو يقراو. انا بالنسبه لي سمعوا الاساتذه والمعلمين والمربين اللي ديما كندعي معاكم انا من المنبر، انا ديما كندعي معاهم من المنبر وانا متغرب. التحدي الكبير ويكون عندك شي واحد مكلخ، شي واحد موايان. شوف والله تنقول هذه بالله، توماس اديسون سمعوني مزيان، توماس اديسون هو مول جينيرال الكتريك. توماس اديسون كان مشى للمدرسه واحد النهار هو صغير وفقير، ودخل وكتبوا له واحد لا ليتر مكتوب فيها ولدك مكلخ حنا غادي نطردوه من المدرسه، ودا لها يماه. ملي دا لها يماه قراتها يماه داك لا ليتر وبدات تبكي وما عندهاش البديل. قال لها مالك ماما؟ قلت له ولدي، قالوا لي في المدرسه تو تري تري بريون انت جيغا ميغا انتيليجون، ما عندهمش لي بروف كومبيتون اللي قريو. قال له شنو نديرو يما؟ قالت له هذه تجلس ولدي انا اللي غنقريك. وجلست تتقريه يماه، ومني وكيبيع الجورنال في ستاسيون دلاكار، وبقى توماس اديسون تيكبر تيكبر تيكبر، حتى رجع توماس اديسون لافونتور دو ليكتريسيتي ومات تيماه،
وتعود هو في المذكرات ديالو مشى تيقلب في لا بيبليوتيك ديالها تيجبد لا لتر وتيقرا مكتوبه فوتر فيس اتان 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 كونكر اوني اوبليجي دو لو رونفويي دو ليكول وكتب في المذكرات ديالو توماس اديسون ايتي ان كونكر il est devenu un génie grâce à sa mère qui lui a donné de la valeur et شحال من كونكر رجع جيني grâce à un enseignant de niveau un enseignant qui a levé le défi وهز التحدي يقول هذا الوليد غادي نقدو هذا الوليد قال ربي فيه ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا هذا الوليد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد صالح يدعو له وانا كنقول لكم شحال ما كاينش شي موقف ولا موطن وطأته رجلي وعلمت ان الدعاء دي مستجب ما قلتش يا ربي ارحم اللي قراونا واللي صبروا معانا ونقدونا وجازيهم عنا بكل خير وهنا كنقول الرساله ديال المعلمين والاساتذه والمربيين ردوا بالكم انتم ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم درهما ولا دينارا ولكن ورث العلم انتم عليكم مسؤوليه التربيه مسؤوليه الحوار مسؤوليه الصبر مسؤوليه مساعده الاباء واولياء الامر على تعطيل ابنائهم دافعوا على فلوسكم دافعوا على حقكم وهنا غادي نزيد نقول واحد السؤال اخر اليوم وقلت لصحابي نهار الاربعاء عندي في الدار قلت لهم هل الاستاذ المسيح اللي قرانا هل الاستاذ العالمي اللي قراتنا هل الاستاذ الخريفي اللي قرانا كان دابا هذا الزمان هادي يمشي يجلس في الدار ويخلي وليداتو وليداتنا في الزنقه هل هذه الطريقه ديالو لكي يعبر على امتعاضه هل هكذا سيمتعض هل هكذا هادي يقول انا ما قابلش او لا هادي يمشي يقري ويصبر ويلقى طريقه اخرى باش وليدات الفقراء لان وليدات الفقراء جو كوني دي بارون اللي دابا مشاو رهنوا دارهم سمعوني يا المعلمين مشاو رهنوا دارهم وسمعوني يا الاساتذه اللي نتوما على راسي رهنوا دارهم ورهنوا ومشاو خداو دي كريدي باش يدخل ولدو البريفي لان هادي صغيرين ولدو جالس له في الدار وعندو الباك وكاين اللي باع تذهبها والله الا كنعرفهم باش تباع تذهبها باش تدخل ولدها وبنتها للبريفي دابا المشكله راه واخا يدخلوا للبريفي خاصهم يدوزوا الامتحانات في الدوله دابا انا كنهضر انا كنهضر مع المربي وكنهضر مع الاب وكنهضر مع الام اللي هو في نفس الوقت معلم كنقول له اتقي الله اتقي الله ردوا بالكم راك راني البارحه انا ومراتي بكيت في الليل لقيت بنيته 17 كضرب حيط الحيط سكرانه كاينه ولا ما كايناش لقينا بنيته سكرانه ميته كيضربها حيط الحيط لان ما مشات السقرة اقسم بالله الا في 9 د الليل قلبي تقطع القلب ديالي تقطع سكرانه ميته ما كاينش اللي يقبطها شي واحد يفرسها لان ما مشاتش ليكول لان ما مشاتش للمدرسه لان قيلت في الزنقه لان الاستاذ نعم مظلوم داير له حقه نعم ولكن ليس الطريقة التربية انت مربي انت عندك مسؤولية التربية انت غدا امام الله ستسأل وغادي يقول لك وعلاش النهار الفلافل عندك الوليد مشى كمال حشيش لان ما جاش للقيصم هدى غادي تشهر وانا ساكت لا ولكن انا ما تغوتش بزاف غادي تشهرين الا هدى وانا تنقول لك دائما الله على ما اقول وكيل راك عارف شنو هو المقام ديال الاستاذ عندي في قلبي راك عارفه ملي كتجي عندي كتجي عندي الاستاذ اللي كنبوس له يديها حدا لي زاسيستون وحدا لي ميدسان كنبوس له يديها من هنا ومن هنا يعني كنقدر الاستاذ ولكن ماشي هكا كنتعاملوا مع وليدات الامه ماشي هكا كنتعاملوا مع الاب اللي كيمشي تقطع وياخذ سوندات باش يقري ولده ويخلص له يقول لك سي بوبري فو باري نو 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 با با تيليفون نو نو لا لوا انتيردي هي 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 2024 هي اللي باغي نطيرو المهم هذا الحديث هذا سيكون له بقيه وانا ما غادي نسكت لان لما انساجي ديال التربيه الدكتور شريبي كيهضر ما كيهضرش في الاقتصاد ما كيهضرش في سوقي ولكن كون انساجي الاخلاق اللي جا بها حبيبنا وقره اعيننا وثمره قلوبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق كنهضر وكنقول وكنعبر وكنوب على الاباء واولياء الامر اللي مقطعين باش يقريوا اولادهم